يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، دافئ على السواحل الشمالية، بينما يسود طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة متوقعة غدا على معظم محافظات ومدن الجمهورية، والبداية دائما من القاهرة العظمى 29، الصغرى 18، اسكندرية 24-16، مطروح 23-15، بورسعيد 25-17، إسماعيلية 30-15 وجوها حار. بالنسبة للسويس 30-16، العريش 26-14، طابة 27-17، شرم الشيخ 31-21، الغردقة 31-20 وجوها أيضا حار. بالنسبة للأقصر 35-19، أسوان 35-20، الوادي الجديد 33-17، شلاتين 31-20، حلايب 29-22 وجوها مائل للحرارة. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.